انا كده كسبت. مامي انت ليه كنت خايفه من الراجل اللي احنا شفناه في الاوتيل؟ راجل مين يا حبيبي؟ اللي احنا شفناه بعد ما مشينا من عند بابا وامي. لا انا ما كنتش خايفه يا حبيبي. لا لا كنت خايفه، وقتها كانت بتزرعش، لو شفته تاني هضربه. ما ينفعش يا فريد، ما ينفعش نضرب حد يا حبيبي. بس يعني مش معقولة كل ما تشوفيه خايفي منه كده. صح عندك حق. مش هخاف منه تاني خلاص. يعني ما ضربوش؟ لا ما تضربوش. هشام سألت عليك قالوا لي ان انت هنا، ما فهمتش بصراحه. ايوه امسكي. ايه دول؟ شفتي متضايقه مني؟ يلا خدي حقك. هشام احنا هنا عشان نتكلم، او يعني مش فاهمه احنا بنعمل ايه هنا، بس احنا المفروض نتكلم. ايوه ماشي، انا عايزك تطلعي كل اللي جواكي الاول وتهدي كده وبعدين نتكلم. هشام انا مش فايقه اللعب العيال ده. انا جاي عشان اقول لك ان احنا مش هينفع نتكلم تاني، لان انت خنت ثقتي فيك ودي حاجه مش قليله، فوفر على نفسك وعليا الكلام. ممكن تسمعيني بقى؟ انت اكيد اتكلمتي مع ضياء وفهمه كويس قوي ان انا عملت كده عشان القضيه. هو نفسه سمعني الكلمتين وقال لي ان انا مش المفروض اتصرف من دماغي والكلام ده كله. بس بجد مش هينفع كل ما تشوفيني تطلعي تجري. فرح انا كنت اقرب واحد لطارق. اقول لك حاجه، انت عندك حق. هتقول لما تبقى عايز حاجه في القضيه تبقى تقول، لما دخلك بيتي واثق فيك ما تديش ايدك على حاجه ما تخصكش. شغلك في الاوتيل مدير امن في الاوتيل مش رئيس مباحث، مالكش دعوه بالقضيه، انت مالك بالقضيه؟ ركز تركز في شغلك وبس، مالكش دعوه بحاجه تانيه وما تغلطش غلط. ما تغلطش غلط طارق. هو طارق ما غلطش يا فرح، القضية دي كانت بالنسبة لطارق مسألة شخصية جدا عشانك، وأنا برضو ممكن أعمل أي حاجة عشان أوصل للي عمل كده وأجيب حق طارق. مع ذلك يعني أنت ليكي كل الحق تزعلي مني وتعملي كل اللي أنت عملتيه، بس فرح أنت غالية عندي أوي أنت عارفة كده. حقك عليا، سامحيني بقى، أنا آسف. خلاص يا هشام خلاص، أوكي ما حصلش حاجة. ماشي، أشوفك تاني، خليني أكلمك، أطمن عليكي كده.